للعودة إلى خبر الوضع الصحي في مصراتة، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب الإعلام بمستشفى مصراتة عبد العزيز عيسى. بداية سيد عيسى، كم عدد الشهداء والجرحى الذين استقبلهم المستشفى جراء هذه الاشتباكات؟ كريم، حصيلة المواجهات التي دارت اليوم الثلاثاء بين قوات عملية البنيان المرصوص وتنظيم داعش الإرهابي هو 5 شهداء نحتسبهم كذلك، إضافة إلى 15 جريحا إصابات جلهم بسيطة. نعم، يعني سيد عيسى، هل المستشفى قادر على استيعاب الجرحى أو المزيد من الجرحى؟ نعم، المستشفى شبه تم أو المستشفى متمثلا في قسم الحوادث والطوارئ تم إخلاؤه بالكامل لتهيئته لاستقبال حالات الجرحى، جرح المواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي. طيب، هل تعانون من أي نقص في المستشفى من كوادر طبية أو أدوية أو أدويات تخدير؟ النقص الوحيد هنا في مستشفى مصراتة المركزي يتمثل في بعض الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية كمثبتات العظام وأدوية التخدير والمحاليل الوريدية وأسلام الأشعة. نعم، إذا السيد عبد العزيز عيسى مدير المكتب الإعلامي بمستشفى مصراتة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.